الرئيس السيسي النهارده عزم مجموعة من المواطنين على مائدة إفطار في استراحته الشخصية. طبعا ده حدث مثير على أساس إنه أول مرة نعرف إنه في رئيس للجمهورية بيعزم مواطنين عاديين في استراحته الشخصية على إفطار. تفاصيل هذا اللقاء ومين كان ضيوف الرئيس النهارده هنعرفه في الأخبار بعد شوية. بعدها طبعا هنبدأ سهرتنا الرمضانية المعتادة مع فرقة غناوينا تحلى اللي امتعتنا امبارح بمجموعة من الأغاني التراثية والوطنية، لكن قبلها هنعرف ازاي بيحتفل مريدو الطرق الصوفية بشهر رمضان، وهل احتفالاتهم بهذا الشهر الفضيل اختلفت عن زمان ولا لا. ده اللي هنعرفه مع ضيفين كريمين في البرنامج. دلوقتي نتعرف على أبرز أخبار النهاردة. زي ما قلنا في المقدمة أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف مجموعة من المواطنين، العاديين على مائدة الإفطار في اعترضت قلت يا ريس ما دام اللي في السجون اخذوا احكام بالاعدام ليه ما يتنفذش الحكم؟ ليه ما يتحكموش محاكمات عسكريه؟ لان هم مهددوا امن البلد وهددوا الامن القومي بتاع البلد، وهم اللي كانوا عايزين يبيعوا البلد وعايزين يخربوا البلد. ليه ما يعني انت قال لي احنا بلد قانون، فدوله القانون ما ينفعش ان هي تاخد اجراء من طرف واحد، لازم يبقى لها يعني تداول او تقاضي. مفهوم. فهو يعني برضو وضح نقطة ان احنا كشعب بعيد عن سياسة البلد يعني رافضين ان هو يبقى فيه تباطؤ في الاحكام، قال ان الاحكام دي بتاخد اجراءات والاجراءات لازم تحترم. نعم. طيب انا بشكرك يا استاذه سناء، العفو. شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيبه. استاذه سناء محمد من القاهره ومعايا